وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف أو عبر الأقمار الاصطناعية من استوديوهاتنا في إسطنبول، المحامي والناشط الحقوقي المهدي كشبور. سيد مهدي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. نعم، بداية سيد مهدي، ماذا تشكل محاكمة مجرم الحرب حفتر في المحاكم الأمريكية؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بك والسادة المشاهدين والمتابعين. في البداية دعنا نوضح الموقف القانوني لخليفة حفتر. خليفة حفتر هو مزدوج الجنسية، وبالتالي هو أمام المحاكم الأمريكية يعامل معاملة المواطن الأمريكي، وأمام القضاء الليبي يعامل معاملة المواطن الليبي. وبالتالي التجأ المتضررين إلى المحاكم الأمريكية، ولكن هذه الدعوة هي دعوة مدنية باعتبار أن الاختصاص الجنائي يتحدد بموطن ارتكاب الجريمة أو موطن إقامة المتهم، والمتهم هنا يقيم في ليبيا، وبالتالي كان هناك صعوبة في تحريك الدعوة الجنائية ضد خليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي. ولكن التجأ المدنيين المتضررين إلى رفع دعوة مدنية. هذه الدعوة لها مجموعة من الفوائد العامة بالإضافة إلى الفوائد الخاصة التي تعود على المتضررين. هذه الفوائد تتمثل في إثبات جنسية خليفة حفتر، والتي لطالما تنكر لها أو حاول عدم الإجابة عن تساؤلات الإعلاميين كثيرا حول جنسيته الأمريكية. بموجب هذه الدعوة يتم إثبات أن لخليفة حفتر جنسية أمريكية. أيضا هذه الدعوة سوف يتعرض فيها القاضي إلى الأفعال التي ارتكبها خليفة حفتر، ليس من باب التصنيف الجنائي، ولكن من باب إثبات الخطأ الذي يستوجب التعويض المدني. وبالتالي تعتبر وثيقة تثبت وقائع، وأحكام القضاء يعني تعتبر المعلومات التي ترد في أسبابها معلومات يعني صحيحة إلى أن يتم الطعن فيها. وبالتالي نستطيع الاستفادة من هذه الأحكام في تحريك القضاء الدولي تجاه خليفة حفتر. هناك المحكمة الجنائية الدولية، وهي مختصة بالنظر في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا بموجب القرارين 1970-1973 صادرين عن مجلس الأمن في عام 2011. نعم. وبالتالي اليوم خليفة حفتر هو يعني حتى وإن كان يدعي أو حاول الادعاء بأن له صفة وله حصانة أمام القضاء الدولي، لا يوجد هناك حصانة مهما كانت صفة المرتكب لمثل هذه الجرائم، جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، يعني لا حصانة فيها لمرتكبها مهما كانت صفته. وبالتالي هو سوف يظل ويبقى دائما ملاحقا بموجب القضاء الدولي الجنائي. نعم. بعيدا عن حفتر سيد مهدي، ماذا عن أعوانه؟ هل يمكن متابعتهم قضائيا أيضا سواء في القضاء الأمريكي أو في دولة أخرى؟ نعم، في دولة أخرى هناك بعض الدول التي أتاحت ملاحقة مجرمي الحرب أمام القضاء المحلي فيها، ومن هذه الدول أسبانيا مثلا. هذه الدول أعطت الحق لكل متضرر من جرائم الحرق وانتهاكات حقوق الإنسان أن يلجأ أمام قضائها المحلي، وقضائها المحلي يصدر أحكام ضد هؤلاء. ولذلك نحن نهيب بكل من هو متضرر من أفعال جنائية ارتكبها خليفة حفتر أو أعوانه، وبالتالي يسأل هو عن مسؤولية تابع عن أعمال المتبوع بشكل مباشر عن الأفعال التي ارتكبها التابعين لخليفة حفتر، بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة لمرتكبي هذه الأفعال. وهذا يعطي الحق مثلا إذا ما رفعنا دعوة أمام مثلا القضاء الإسباني، وهو حسب قوانين محلية في إسبانيا يعطي الاختصاص القضاء الإسباني بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أينما كانوا وأينما ارتكبت هذه الجرائم وأيا كانت جنسياتهم. وبالتالي عندما يصدر حكم القضاء الإسباني المحلي يستطيع يعني تعميم هذا الحكم عن طريق الانتربول، وبالتالي التضييق على أمثال خليفة حفتر بعدم الخروج من ليبيا ويبقى متحصن في حصنه في الرجمة، وتضييق عليه الدوائر حتى إن شاء الله يتم القبض عليه أو الانقلاب عليه وتسليمه إلى القضاء الدولي
سواء في محكمة الجنائية الدولية أو قضاء الدول التي تعطي اختصاص متجاوز لحدودها. نعم، من الناحية المحلية كيف يمكن لجهود حكومة الوفاق والمنظمات الحقوقية في جمع الدلائل أن تشكل دافعا للحكم ضد حفتر؟ نعم، للأسف من ناحية محلية الحكومة إلى اليوم لم تحرك دعوة جنائية أمام المحاكم المحلية، سواء المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية ضد خليفة حفتر. هناك أمر قبض وحيد صادر عن القضاء العسكري، هذا أمر القبض لم يعني يتم استكمال إجراءاته بحيث تصدر مذكرة اتهام بحق خليفة حفتر والقادة التابعين له، ومن ثم تقديمه إلى القضاء العسكري لمحاكمته ولو غيابيا. إلى اليوم خليفة حفتر هو يعتبر قانونيا بريء إلى أن تثبت إدانته، لأن لا يوجد حكم، الإدانة لا تثبت إلا بحكم قضائي. ورغم أن كل الجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر والتابعين لخليفة حفتر يتحمل مسؤوليتها خليفة حفتر، إلا أن لم يتم إلى اليوم تحريك دعوة جنائية ضد خليفة حفتر ولا ضد حتى المحرضين على الحرب ومرتكبي جرائم التحريض في القنوات الإعلامية، من أمثال بعض الإعلاميين الذين يحرضون على سفك الدماء، أو بعض من يسموا أنفسهم بالمحللين السياسيين الذين يجيزوا لخليفة حفتر ارتكاب مثل هذه الجرائم. للأسف إلى اليوم القضاء المحلي سواء العسكري أو المدني لم يحرك هذه الدعوة. باستطاعة المؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان التجاء إلى النائب المدعي العام العسكري أو المدعي العام المدني بمذكرة ضد مرتكبي جرائم الحرب. أيضا يستطيعوا التجاء إلى القضاء الدولي المتمثل في محكمة الجنايات الدولية أو القضاء الدول التي لديها اختصاص يتجاوز حدودها، كما ذكرنا في دولة أسبانيا مثلا أو كندا. نعم، هناك العديد من المجالات التي يستطيع التحرك من خلالها المدنيين، ولكن للأسف هذه التحركات تحتاج إلى دعم كبير تفتقر إليها المؤسسات المدنية في ليبيا التي لازالت في طور تأسيس نفسها.